هلا فيكم حلقة جديدة من أنت وش أنت. شخصياتنا الحلقة الماضية كانت آيزاك كلارك من لعبة ديد سبيس، وهذا اللي أسمي الأشخاص اللي قدروا يجيبونه. أما الحين خلونا نبدأ. أبوه كان عالم ورائد عسكري سابق، مولود في عائلة غنية، ولما صار عمره 18 دخل الجيش، وبسرعة قدر يثبت نفسه بحكم شخصيته القوية وهو قائد بالفطرة. وفي الحرب حارب الوحوش بشجاعة، لكن حاول أنه ينقذ أبوه وانسجن لأنه أهمل أوامر الجيش، حتى جاء صاحبه وساعده أنه يهرب من السجن. عرفت اسم الشخصية الموجودة الحلقة هذه؟ اكتب تحت في الكومنتس اسم الشخصية، وأيضا لا تنسون الاشتراك واللايك عشان تدعمونا ونجيب لكم حلقات جديدة وبرامج رهيبة مثل كذا. كان معك فهد الشيحة، يعطيكم العافية المتابعة، مع السلامة.